العلم وصانع المستقبل وأقوى أساس له، فالعلم هو الذي يحول الصحراء إلى مزارع خضراء. للأم فضل كبير على أبنائها، فهي الذي تتحمل المشقات في ولادتهم، تربيتهم ورعايتهم. تسهر الليالي ليناموا وتتعب ليستريحوا. فإذا انتشر الضياء زادت العصافير في الإنشاد، ويستقبل المؤمن شعاع الفجر بالصلاة والدعاء. الوطن عزيز يحبه أبناؤه ويدافعون عنه وقت الشدة، وهو وديعة أودعها الله سبحانه في كل الكائنات. لماذا نشعر بالملل عند قراءة مقال ديني، ونشعر بالفضول عند قراءة أي مقال آخر؟ لماذا نرى أن المساجد أصبحت مهجورة، ونرى أن المقاهي والاستراحات أصبحت عامرة؟ نصف طريق لن يوصلك إلى أي مكان، ونصف فكرة لن تعطي لك نتيجة. النصف هو لحظة عجزك وأنت لست بعاجز. ليس في عمل البشر عمل أنبل هدف ولا أجل خطر في حياة الأمة من عمل المعلم، والمعلم المؤمن برسالاته القيمة. سئلت سيدة عجوز يفيض وجهها إشراقا وبشرى، أي موارد تجميل تستخدمين؟ قالت: أستخدم لشفة الصدق، ولصوت الصلاة، ولعين الرحمة والشفقة، وليد الإحسان، ولقلب الحب، وأداوم على قراءة القرآن.